تعالوا مع بعض نعمل البرجر بتاعنا سريعا. مقاديره على الشاشه. مقادير البرجر او التشيكن برجر او برجر الدجاج على الشاشه. معانا صدور دجاج مفرومه، ومعانا بصل، ومعانا توم. وقفلتوا الشاشه ليه؟ زعلتوني. ومعانا طبعا برغل ناعم. يا شباب يا شفيه ما تزعلنيش منك، طب عشان خاطر ما تزعلنيش. طب حاضر، اوعدك مش هعمل كده تاني. حاضر، معانا مشروم، ومعانا صدور فراخ، ومعانا بصل وتوم وبرغل. هاتوا يا شباب. ومعانا طبعا في المقادير بتاعتنا البرجر ده عايز اعمله ريجيم بصراحه، عايز اعمله هيلث شويه. هتقولي يا شيف دول يعني بقدر الامكان، واحنا متفقين من البدايه ان الاكله بتاعتنا بتكون نسبه وتناسب، يعني بنسبه 50% 60% هي هيلثي، ولكن هيلث 100% انا ضد كده. يعني الوقايه خير من العلاج، لا تضربه على عينه جامد ولا انك انت تسيبه، يعني خليك كده مره واحده في الاسبوع يبقى الاكل هيلث. تكتب على باب الثلاجه اهربي من الدهون، اهربي من الكربوهيدرات اللي موجوده، الحاجات اللي بتؤدي للسمنه والحاجات دي كلها. هنعمل البرجر ازاي مع بعض؟ ايه ده حلو. بصل معانا زي الفل، حاطط جريل على النار بتسخن. ايه ده، جيب الرز ده. زي الفل. اخبارك ايه؟ سخانيه حلوه. دي نخليها هنا كده ونحط دي هنا كده عشان عايزه ايه تشوي هنا. حلوه. هنبدا نحط البصل بتاعنا. هو بالامانه البرغل هنا هو سيد الموقف، بس استخدامنا له لازم يكون بذكاء شويه. احنا عارفين البرغل بنطلع منه الكوبيبه، ده يا اخوانا اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم. اهو اهو دايما بيقفوا جنبي المصورين. المخرج ضدي. شايفين البرغل اهوت اتغسل مره اتنين تلاته، وبعد ما غسلناه نعناه وسبناه وتصفي منه الميه، سواء هتعملي تبوله سواء هتعملي كوبيبه. سواء هتعملي تبوله سواء هتعملي كوبيبه، البرغل ما يتنقعش في ميه ويتصفي ميه، كده بتبوظيه، بيبقى عجينه سواء في التبوله ولا في الكوبيبه. غسلتيه صفيه من الميه بمصفه ناعمه واستخدميه استخدامات اللي انت حباها. هننزل بالبرغل على البصله والتومه. ممكن يتعمل بالصويا البودر، بس انا بعمله هيلث شويه. واحنا عارفين البرغل منتجات القمح الصلب، يعني آمن عن الصويا أو حبوب الصويا. حلو الكلام؟ زي ما هم دول كده موجودين معانا، التركيبة بتاعت المغازي اللي متعلمينها منه هو ده. ونضرب دول لوحديهم من غير توابل ومن غير أي حاجة خالص. واحدة واحدة كده. يلا. إيه الأخبار؟ هو ده. شايفين الخلطه دي كده؟ بص عليها كده اهي، وهي في قلب الكبه تتاكل نيه اهي. ده البرجر بتاعنا، نطلعه من الكبه خلاص ما خدش وقت. شفت النغمه اللي انا اشتغلت بيها؟ اول حاجه شغلت الكبه بتاعتي مع البرغل والبصل والثوم وعروق البصل الخضراء الجميله الحلوه، ما حطيتش لا بقدونس ولا كزبره ولا شبت، حبيت طالما عند البصل الاخضر ده استخدميه. وبعد كده يا عم الشيف نزلت بالفراخ المفرومه واحده واحده كده. شفتوا سبت البرجر ليه للاخر؟ عشان بس نفهم الفكره، وبعدين احنا مع بعض هنسويه بقى، نعمله على الجريلا ماشي، هتشويه في الفرن ماشي،
هتولعي فحم وتشويه على الفحم ماشي، في قلب الطاسه اللي بتعملي فيها بان كيك ماشي، ده اختياري. بس انا عايز اوصل لك الفكره بتاعت العجينه دي نفسها. تاني استاذن استاذه رحاب بعد اذنك، مقادير التشيكن برجر او برجر الدجاج مع بعض على الشاشه بالجبنه، والجبنه اختياري عشان الساده المشاهدين يعملوه لاولادهم. اهو صدور فراخ مفرومه، لازم تكون مفرومه يا شيف، وتحتها خط، وكمان مره، لازم عشان يتفرم معاك زي ما انا اشتغلت كده. وبعد كده تجيب البرغل تغسليه مره واتنين وتلاته وتحضريه. حلو الكلام؟ وحطينا بصل وتوم، وابدا اشتغل دلوقتي وجنب طاسه حلوه على النار ابدا احمر فيها. هعمل ايه؟ هجيب بوله صغيره كده فيها شويه زيت لزوم الشيء، والفرشه الحلوه دي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط زيت الزيتون ده كده. طب وريني كده ايه الدهون اللي في الاكله دي؟ خالص مفيش اي دهون خالص، هما معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم دول. وناخد البهارات بتاعتنا نحطها، بهاراتك ايه يا شيف على البرجر؟ اختياري بقى، انا سايبها للاخر عشان كده. شويه بابريكا، اهلا وسهلا، سنه كركم، اهلا، ده اختياري. البرغل او البرجر ملوش توابل معينه، عشان كده بيختلف من بلد لبلد ومن مطعم لمطعم وهكذا. زي الفل تمام، فانت اختياري بقى موضوع التوابل ده. ممكن تحط حبان للحمه، حبان للفراخ. ده شويه سماق حطيته، الملح بتاعنا. عايز سبايسي حط شطه، انت اختياري. حلو، هنحط شويه زعتر، نحط زعتر، وهنقلبه تقليبه حلوه، واعلمك ازاي تعمليه من غير ما تجيب الاسطمبه بتاعت البرجر، تمنها 3000 جنيه في السوق، مش هنجيبها. هعلمك حاجه كده تعمليها وانت في البيت. اسمها بصامه برجر، شفتي؟ الله، وادي البرجر. نعم، ما انت كنت مزعلني من شويه، شايل من قدام الشاشه بيقول لي ينفع نعمل اللحمه بنفس الطريقه المخرج؟ تدفع كام بقى واقول لك؟ هترجع لك الشاشه. ينفع بنفس الطريقه نعمله باللحمه، يعني نفس الطريقه نعمل البرجر باللحمه بنفس الطريقه، مش هي نفس التوابل، بس للامانه نحط قرفه ناعمه للحمه، يعني هنعملها لحمه ضاني، والضاني يحب القرفه عشان نهرب من الدهون. يبقى الفرق بين ده وده، اللحمه نحط لها ايه؟ قرفه ناعمه. كده البرجر جاهز. طب هتعمله ازاي قرص برجر زي ما بتشوفه في المحلات يا ابو غازي؟ احنا مع بعض اهو، الفرشاي فين؟ اهي، ناخد الزيت ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشتغل كده هنا. اروح اشتري انا بقى بصمه برجر ويقول لك دي بقى منتج مش عارف ايه الله عليك، ولسه خد الحته الجايه بقى اهي، عشان ما يلزقش في الايه؟ في الاسطمبه دي، او في القطاعه دي. شفت بقى الفكر؟ شلت لوحدك شاطر اخراج بس. واخد اللحمه دي كده او الفراخ دي كده اهو، وهتعمل قرص برجر زي ما بتشتري من بره. عايز سمكه ايه؟ سنتي، اهلا وسهلا، نص سنتي، اهلا وسهلا، واحط دي برده في الزيت اهو. شفت المطبخ ده بيجي منين بقى؟ من حبك للمطبخ، شوقك للمطبخ، حبك لولادك. برجر سمك، يا سلام عملته. شفت بقى؟ تعال نرفعها مع بعض كده مخرجنا الجميل، انت حبيبي. الله، ده قرص برجر لو احنا هنشتريه بره هندفع فيه مبلغ وقد كده. بص على الحلاوه، ايه ايه الحلاوه دي؟ بس خلاص، نعمل واحده جنبيها واحده جنبيها. عمليه التسويه دي انا مش مهتم بيها قوي، بس انا هسوي لكم واحد يعني. ده زيت، تخزنيه بقى، عايزاها اقل من كده شويه، بتحبها سوى زياده؟ ويل دان، قللي، خليها نص سنتي، دي بالظبط 12 مللي لو جبنا المازوره وقسنا. حلو، نخليها دي صغيره في الزيت. دي مش تاخد سوى كتير. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعمليه بالسي فود، ممكن تعمليه بالجمبري،
ممكن تعمليه باللحمه بنفس الطريقه. يلا ارفع يا سمسم، ارفع يا سمسم. واحده هنا عشان الحبايب. الزيت على البلانشه واحنا شغالين مع بعض. هتخزنه ازاي؟ بنجيب اطباق حفظ الاكل وندهنها من تحت زيت قليل جدا، خلي بالك، ونرص واحده جنب التانيه، ما نرصش واحده فوق الواحده، يعني ما نرصش حاجه فوقيها. عايزه ترص في الطبق اكتر من واحده بتحط فاصل بينهم ورق رابل بلاستيك يعني، علشان ما تلزقش في اختها. الطبق ياخد له مثلا اربعه حسب اللي هي الاسطمبه بتاعته. في من القطاعه دي، القطاعه بتاعت الفطاير على فكره، برضه عشان ما نقولش بقى هنجيبها منين وبتاع، لا قطعه الفطاير. ما لقيتيش قطعه الفطاير دي، يعني ممكن تجيبي مثلا ايه غطا حله صغير عندك، بس مش تبقى لطيفه يعني. ده كلنا القطعات دي في منها بلاستيك وفي منها ستانلس يعني عادي. نسوي بقى شويه، كفايه كده نسويهم دول. كده احنا عرفنا ازاي نعمل البرجر مع بعض. عندنا جريل على النار عشان وقتنا، بس عايزين نوصل الفكره للساده المشاهدين. هنحط الزيت هنا كده والطاسه بتاعتي شديده الحراره. ارفعها ازاي يا شيف مغازي؟ ما انا حاطط زيت، تنسيت ولا ايه يا غالي حبيبي؟ الزيت هنا هيساعد على ايه؟ رفعها جيدا. بص على الحلاوه. دي كمان، دي كمان. دي كمان، دي كمان. يا حلاوه، حلو كده. ارفع من النار. في البيت بقى حلو قوي يا استاذ رحاب. احنا نقدر نحطها في الديب فريزر، هنخزنها او في الثلاجه. مفيش اي مشكله خالص. حلو. روق مطبخك يا عم الشيف وخلصنا شغلنا تمام التمام. اللهم صل على النبي. في طريقه تانية وانا واقف بتسلى كده لان معانا وقت. هتقولي لي ما عنديش القطاعه دي يا شيف وما عنديش الفهلوه بتاعتك والبراعه بتاعتك، مع ان ما هيش اي حاجه يعني، بس انا اقول لك على فكره كده وانا واقف بدردش معاكم. كيس بلاستيك من الكيس اللي جايبه فيه العيش اخر الليل. هات معاك عيش يا حبيبي وانت جاي. هات معاك عيش يا حبيبي وانت جاي. هنعمل ايه؟ هناخد حته في تحت الكيس ده كده. وناخد حته البرجر او الحجم اللي احنا عايزينه حسب ما انت عايزه تبيعيها. خلي بالك اهو، دي كفايه قوي يعني تقريبا ايه 100 جرام. حلو. دول كفايه قوي. ونيجي عند الحرف بتاع الكيس ده كده. ونلعب كده. دي مهمه جدا الحركه اللي بعملها دي كده. كده بقلبهم على بعض. وانا عايزه يبقى السمكه ايه؟ السمكه. قول لي السمكه عايزه ايه؟ عايز السمكه ايه؟ سمكه رفيعه ولا تخينه؟ شكل مضوء، اتحكمي فيها زي ما انت عايز. هنفتح الكيس. يلا. بص معايا، بص معايا على الحلاوه، بص معايا على الحلاوه. ساحر يا مغازي. يا فندم. يا فندم. طيب. بلعبك كده. هنا. حلو. نعمل واحده كمان، ما وراناش حاجه. على دول ما يستووا. احنا كده عرفنا، بس انا عايز اعرف احنا طلعنا بنتيجه ايه او استفدنا ايه. اول حاجه تكوينه البرجر تشيكن عملناه ازاي. الطريقه اللي انا نفذت بيها ان انا اعمل ازاي زي ما بنشتريه من بره، لان اولادنا يهمهم الشكل. تعالي يا ماما اكلينا برجر بره، لان هو اتعود ياكله بره او ان هو شكله بالشكل ده، فبيلاقيها في البيت مش كده، هياكله بره زي بالظبط كده. فبديك طرق سهله وبسيطه اقل تكلفه ممكن. مش هتعرفي تعملي الطريقه اللي عملتها الاول، هتعملي الثانيه دي كده بالكيس ده كده. بتحط كده بمعلقه الكميه اللي انت عايزاها. دول كفايه قوي. ترميش حاجه. وفقها هنا في الكيس ده كده. كده. والتاني لازم كده، لازم الحركه دي. يلا نحطها دي على هنا. عايزينه بالجبنه، عايزينه بالبيض. نعمل ايه يا مغازي؟ مع بعض حالا دلوقتي. ومعانا عيش اهوت. ايه الحلاوه دي؟ دي عايزها فين يا غالي؟ قول لي، قول لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول العين للعين؟ حاض 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 حاض. اصبر على رزقك. لا تزعل، هو انا من غيرك ولا حاجه يا غالي. يا حبيبي. معايا مخرج شاطر بيراعي مشاعري. هو ده. يلا شيل دول كده. لو جايبها لك مخططه شغل الايه؟ المحلات. حلو. هنسيبها على النار كده بتستوي.
عايزينها بالجبنه معانا جبنه. انا بحب الجبنه المطبوخه اللي بتبقى على البرجر اهي، على بطاطس مقليه ماشي اهي. دي عباره عن جبنه شيدر عملناها قبل كده امبارح تقريبا، جبنه شيدر معاها حليب ومعاها زبده. شوف القوام بتاعها كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. فين المغرف؟ حلو. دي مهمه جدا على فكره، يعني انا شخصيا بحبها. حاضر. دي الجبنه اهي. بص الجبنه المطبوخه اهي. كله بيسال على السوشيال ميديا بتتعمل ازاي. عباره عن حليب، شويه نشا، مكعبين زبده، نوع الجبنه اللي احنا حابينه. عايزاها تاخد طعم فليفر سبايسي، حط شطه باودر ناعمه حلوه او فلفل اسود ابيض، او فلفل ابيض او اسود. هنغرف البرجر مع بعض ازاي. طبق حلو زي ده كده. الله، معانا عيش اهوت، طماطم وبصل زي ما انت عايزه بقى دلعي اهو، والبلانشه الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. ونقطع بصل، نقطع طماطم زي ما احنا عايزين. حلو اهو اهو. بس انا بديك افكار طبعا، انت اشطر مني. والعيش دايما يتقطع يا اختي بسكينه مشرشره، سكينه منشار يعني. ما تلمسيش اللوم، هي لوحدها السكينه بتمشي لوحدها، هي عارفه سكتها فين. ضغطت عليها باظت من تحت ايدك. نفس الموضوع. عايزه تجودي تحمري العيش ده شويه. نقلب دي كده عشان تبان. حط بقى خس كابوتشا ماشي، انا احبه مع الجرجير، الورق الجرجير بيبقى لطيف وجميل ماشي، اختياري يعني اهو. احنا ورانا حاجه، احنا مع بعض لغايه لما مخرجنا ينزل الايه الشاشه. دول اربعه حلوين اهو، احنا معانا كام؟ خمسه. انا شخصيا بحبه جبنه وبرجر بس، يعني لما باكله بحط الجبنه اللحمه او الفراخ مع جبنه تحت وفوق بس وخلاص صراحه يعني. تعالوا نقلبه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الدنيا هنا عامله ايه؟ حاضر اهو. حاضر يا فندم. ناخد ديت. حاضر، دي استوت، حطها هنا. دي اخبارها ايه برضه؟ دي شفت ازاي؟ بص بص، تحطيها تتنطط في قلب الطاسه ولا يحصل لها حاجه. بص يلا مخرجنا، مش انت بتحب الحاجات ديت؟ شفيه اهو اهو اهو، يا دلعك يا شيف اهو. ده البرجر اهو اهو اهو. على العيش؟ حاضر على العيش، وانا بعمل كده ماشي اهو هنا اهو. مع انه والله تعبان بس انا بحبكم وجاي والله. شفت اهي زي الفل اهي. شفت اهو حلو اهو زي الفل. ناخد دي كمان اهو. يلا عايزاه بالجبنه عينيا، مش حرمك من حاجه، بالطماطم والبصل اختياري اهو. معانا الجبنه المطبوخه اهي، نعمله زي ما بيحبوا الشيف. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده، الف هنا وشفا للي ياكل. بالبيض هنعمل حلقات بيض ونحطها. We'll be right back.